قديم الزمان عاش رجل ثري جدا وكان لديه ثلاث بنات، اثنتان منهن يتصفن بالجشع الشديد والأنانية، ولكن الثالثة كانت تمتلك قلبا مليئا بالحب والعطف. وفي أحد الأيام استقبل الأب أخبارا أن سفنه قد غرقت نتيجة العاصفة. خسر الرجل المسكين كل شيء عدا بيته الصغير في القرية. لم تكن الأختان الجشعتان راضيتين عن الموقف، ولم تتوقفا طوال اليوم عن الجلوس والشكوى في كل مكان. وبقيت أشغال البيت كلها من نصيب الابنة الثالثة الجميلة. بعد فترة سمع والدهن أن واحدة من السفن الطائعة قد وجدت طريقها إلى الميناء، فبدأ في التحضير للذهاب للميناء على الفور. وقبل رحيله سأل بناته: ماذا أحضر لكن عند عودتي يا بناتي؟ فستان، حذاء، قلادة، سوار. وماذا عنك يا جميلة؟ ماذا تريدين؟ إن زهرة ستكون كافية يا أبي. وصل الأب إلى الميناء بعد رحلة طويلة، لكن طاقمه لم يكن هناك على القارب، ولم تكن السفينة أيضاً صالحة للاستخدام. شاعراً بالحزن والإرهاق بدأ رحلة عودته إلى المنزل. كانت الدنيا ظلاماً تقريباً عندما وصل إلى الغابة. كانت الغابة مظلمة وباردة، وكان الثلج يتساقط. امتطى الأب حصانه لساعات وساعات على الجليد، وأخيراً رأى قلعة مضيئة أمامه. خطا إلى الداخل آملاً أن يساعده أحد. كانت قلعة مريبة، الأنوار مضاءة في كل مكان، طاولة العشاء عامرة بالطعام، وكانت النار مشتعلة في المدخنة، لكن لم يكن هناك أحداً يمكن رؤيته. نادى على الموجودين ولكن أحداً لم يرد. أخيراً لم يستطع الاحتمال أكثر من هذا، فبدأ بأكل بعض الطعام من على المائدة، ثم نام على واحد من الأسرة. عندما استيقظ الأب في الصباح وجد بعض الملابس بجانب الفراش. نزل عبر السلالم، وكان في انتظاره إفطاراً شهياً على المائدة. لا بد أن هذه القلعة تنتمي إلى جنية، وإلا لم تكن لتساعدني بهذا الشكل. أتمنى أن أستطيع شكرها على هذا. عندما هم بمغادرة القلعة لاحظ أمامه حديقة الأزهار. فكر في نفسه: أنا لا أستطيع تحقيق أمنيات بناتي الأخريات، لكن يمكنني على الأقل تحقيق أمنيات جميلة. وبمجرد أن التقط الزهرة ارتج هو وما حوله مع سماع زئير عنيفا، وظهر من خلف الأشجار وحش يبدو عليه الشر كأسد مفترس. كاد الأب يسقط مغشيا عليه عندما رأى هذا الوحش. لقد أنقذت حياتك، أطعمتك وأعطيتك ملابس جديدة، وها أنت ذا تسرق أزهاري، هل هكذا تشكرني؟ انحنى الأب على ركبتيه وأخذ يتوسل اعتذارا. قال أنه أراد أن يأخذ إحدى الزهور من أجل ابنته. ما فعلته لن يمر مرور الكرام. أرجوك سامحني. سوف أسامحك بشرط واحد: اسأل بناتك، إن وافقت إحداهن أن تعيش هنا معي سوف أمنحك فرصة للنجاة. قفز الأب على حصانه وعاد حزيناً لطريق المنزل. في المنزل كانت الأختان الجشعتان تستمعان إلى قصة الأب المهولة التي مر بها، لكن لم تنصتا إلى عرض الوحش. لكن جميلة لم تتصرف مثل أختيها. يا أبتي، إذا سمحت لي فأنا أوافق على الذهاب إلى الوحش. على الفور قبلت الأختان عرض جميلة، حيث كانتا تعتقدان أن الأمر كله بسببها.
أخذ الأب جميلة معه متوجها إلى القلعة وهو حزين ويائس. عندما وصل كان كل شيء كما كان، كان الطعام على المائدة ولا يوجد أحد بالجوار، وما إن جلس للأكل حتى أتى الوحش. بدأت جميلة ترتجف من الخوف، فقد كان الوحش مخيفاً تماماً كما أخبرها والدها. سأل الوحش بصوت رقيق: هل أتيت هنا بإرادتك الحرة؟ نعم. إذن سوف يرحل والدك في الصباح ولن يأتي مرة أخرى. عندما استيقظت جميلة في الصباح عرفت أن والدها قد رحل، ورأت إفطاراً شهياً في انتظارها على المائدة. أخذت تتجول في الحديقة لفترة وشعرت بالحزن عندما رأت الأزهار، ثم أخذت تتجول داخل القلعة. كان واحداً من الأبواب مزيناً بالأزهار فتعجبت. ففتحت الباب وتسللت إلى الداخل. كان أثاث الغرفة تماماً كما كانت تحب، وكانت الغرفة مليئة بالكتب، الأزهار والآلات الموسيقية. فكرت أن من يصنع غرفة بهذا الشكل لا يمكن أن يفكر بإيذاء البشر. ثم التقطت أحد الكتب. على الكتاب وبحروف ذهبية كان المكتوب: ملكتي العزيزة، أمنياتك أمر علي مطاع. أتمنى أن أرى أبي الآن. وما إن قالت جميلة ذلك حتى ظهر والدها في المرآة عبر الغرفة. كانت جميلة مندهشة للغاية، كانت سعيدة مرة أخرى برؤية والدها. في هذه الليلة وأثناء العشاء ظهر الوحش مرة أخرى. هل تسمحين لي برؤيتك يا جميلة؟ أنت تملك المكان، لماذا قد تطلب مني ذلك؟ لا، أنت تملكين هذه القلعة الآن، يمكنني الرحيل على الفور إذا أردت ذلك. كانت جميلة مندهشة للغاية من إجابته. أريد أن أسألك سؤالاً، هل تعتقدين أنني قبيح حقاً؟ في البداية لم تعرف كيف ترد، ثم رفعت رأسها لتنظر إلى الوحش وأومأت برأسها النعم. إذن هل تقبلين بالزواج مني؟ هذه المرة أجابت جميلة بحدة: لا. استدار الوحش حزيناً وترك جميلة وحدها. كان الوحش يزور جميلة كل ليلة عند العشاء، وكان يعاملها بلطف شديد. مع مرور الأيام شعرت جميلة أنها قد بدأت تعتاد على وجود الوحش. أتمنى لو لم يكن بهذا القبح. مع مرور بضعة شهور لم تعد جميلة تخاف من الوحش، بل بالعكس بدأت تعجب به. ولكن في يوم من الأيام رأت في المرآة أن أبيها مريض، فأسرعت نحو الوحش وطلبت منه أن يتركها تذهب للمنزل لأنها تريد العناية بأبيها المريض. بالطبع يمكنك الذهاب، ولكن إن لم تعودي قد أموت من الحزن. سوف أعود بعد أسبوع، أعدك بذلك. قام الوحش بإعطاء جميلة خاتماً. عندما تضع هذا الخاتم على منضدتها وتنام سوف تستيقظ لتجد نفسها في القلعة مرة أخرى. في الصباح التالي استيقظت جميلة في سريرها بداخل منزل أبيها، فركضت مباشرة إلى أبيها. عندما رآها والدها كان سعيداً للغاية حتى أنه شعر بالتحسن. في الظهيرة جاءتا أختي جميلة المتزوجتين حديثاً لزيارة الأب. وعند رؤية جميلة بالمنزل أصيبتا بالغضب المختلط بالحسد، وكان قرارهن بصنع مكيدة لها. لنجعلها تبقى هنا لأسبوع آخر حتى يأتي الوحش فيقتلها. عندما ذهبت الأختان إلى جميلة تبكيان وتخبراها أنهن لا تريدا فراقها، وعدتهن جميلة أنها ستبقى أسبوعاً آخر.
بعد فترة قصيرة أدركت جميلة أنها تشتاق للوحش. وفي يوم رأت حلماً أن الوحش كان ميتاً على الأرض في حديقة القلعة، فاستيقظت غارقة في العرق. إن ما أفعله شديد القسوة والأنانية. قامت جميلة فوراً بخلع الخاتم عن إصبعها ووضعته جانبها على المنضدة، فاستيقظت في الصباح في قلعة الوحش وانتظرت الوحش طوال اليوم، لكنها لم تراه في أي مكان. انتظرت لساعات وساعات لكن الوحش لم يأتي، وفجأة أخذت تركض في الحديقة. كان الوحش يبدو ميتاً على الأرض تماماً كما رأته في الحلم. لقطت جميلة نحوه وعنقته. كان قلب الوحش لا يزال ينبض، وبالكاد فتح عينيه وتكلم بصعوبة. لقد ظننت أنك لن تأتي، لقد توقفت عن الأكل وهيأت نفسي للموت. لكني أحبك وأريد الزواج منك. في هذه اللحظة حدث شيئاً عجيب. فجأة أصبحت القلعة أكثر وهجاً وجمالاً. نظرت جميلة حولها وهي مبهورة، ثم عادت تنظر للوحش مرة أخرى. لكن في المكان الذي كان يرقد فيه الوحش أصبح يرقد الآن أميراً وسيماً ويافعاً. عندما رأته بدأت جميلة بالبكاء. من أنت؟ وأين ذهب الوحش؟ نهض الأمير وبدأ يحكي قصته. أنا الوحش، لقد قامت ساحرة شريرة بإلقاء لعنتها علي فحولتني إلى وحش قبيح. لو لم تقولي أنك تريدين الزواج مني لكنت سأعيش كوحش إلى الأبد. عندما سمعت ذلك شعرت جميلة بسعادة بالغة، فمع قلبها الطيب وجدت الحب الصادق. تزوجت جميلة من الأمير وعاش في سعادة أبدية. قديم الزمان عاش أخ مع أخته وكان يسميان هانسل وغريتل، وقد ماتت أمهما أثناء طفولتهما، وكان يعيشان مع والدهما في كوخ بالغابة. كان والدهما يكسب رزقه من العمل كحطاب ويرعى أولاده في الوقت ذاته. مرت عدة سنوات، وبينما كان الأب يكافح في العمل وفي تربية الطفلين قرر أن يتزوج مرة أخرى. كانت زوجة الحطاب من عائلة ثرية، وكانت تكره حقيقة أنهم فقراء وأن عليها أن تعيش في كوخ صغير متهدم في أعماق الغابة، بالإضافة إلى أنها لم تحب أطفال زوجها على الإطلاق. في ليلة شتاء باردة وبينما كان الأطفال يستعدان للنوم، سمع زوجة أبيهم تحدثه قائلة: كيف سنصمد لهذا الشتاء؟ نحن لا نملك ما يكفينا من الطعام، إذا لم نتخلص من الأطفال سنعاني كلنا من الجوع إلى أن نموت. عرض الأب بشدة: لا يوجد مجال للنقاش، لقد قررت بالفعل، غدا نأخذهم إلى الغابة ونتركهم هناك. بسماع كل هذا بدأت غريتل في البكاء. حاول هانسل طمأنتها: لا تقلقي يا غريتل، سنجد طريقة ما للعودة للمنزل. في تلك الليلة تسلل هانسل وجمع في جيوبه قدر ما استطاع من الحصى، في الصباح بدأ الجميع في الذهاب للغابة. أخبرهم الأب أنهم ذاهبون في نزهة عائلية، وأثناء المشي وبدون أن يلاحظ أحد بدأ هانسل بإسقاط الحصى من جيبه كعلامة على طريق العودة للمنزل. في الظهيرة قام الأب والزوجة بإشعال النار وأخبر الطفلين أنهما سيعودان بعد قليل، ثم رحل وقام بالاختفاء من الغابة وبالطبع لم يعودا.
وعندما أتى المساء بدأت الأصوات المفزعة لحيوانات الغابة المتوحشة تعلو من حولهم. كان هانسل وغريتل يرتجفا مع وجود أصوات الذئاب المرعبة، ولم يتركا مكانهما بجانب النار إلا مع بزوغ القمر. ثم قام بتتبع الحصى الذي يلمع في ضوء القمر عائدين إلى المنزل. أحسنت يا هانسل، لقد كان هذا تصرفا ذكيا منك. عندما عاد الأطفال للمنزل كان الأب سعيدا للغاية ومندهش في الوقت ذاته، وكذلك تصنعت الزوجة السعادة، ولكن في قرارة نفسها كانت مصممة على ما تريده. كانت غاضبة للغاية بسبب عودتهما. بعد 3 أيام حاولت الزوجة التخلص منهما مرة أخرى. تلك المرة في الليل قامت بغلق باب الغرفة على هانسل وغريتل، ولم تسمح لهانسل بتجميع الحصى مرة أخرى. لكن هانسل كان ولدا ذكيا. في الصباح وأثناء مشيهم في الغابة كان هذه المرة يقوم بإسقاط فتات الخبز الذي جمعه في جيبه في الليلة الماضية، ومرة أخرى صنع مساراً للعودة للبيت. عند الظهيرة اختلق الأب وزوجته عذراً كي يرحلا، وترك الطفلين وحدهما في الغابة مرة أخرى. أدرك هانسل وغريتل أن الأب وزوجته لن يعودا، وأراد أن يتحرك عائدين للبيت قبل حلول الظلام، ولكن هذه المرة لم يجد الأثر الذي تركاه، لأن الطيور قد أكلت كل فتات الخبز. بدأت غريتل بالبكاء، ولأول مرة شعر هانسل أيضاً بالإحباط. تلك المرة كان الطفلين تائهين بالفعل، بدون طعام وبفزع مميت قاما بالتجول حول الغابة لثلاثة أيام. في اليوم الثالث استطاع رؤية طائر أبيض كالثلج. أخذ الطائر يغرد لهم الأغاني بصوته الجميل. فنسي الجوع لبعض الوقت وأخذ يتتبع الطائر، فقادهم الطائر إلى بيت عجيب الشكل. كان لهذا البيت حوائط من الخبز، سطح مصنوع من الكعك، ونوافذ مصنوعة من الحلوى، وكان مغطى بالكامل بالكريمة المخفوقة الملونة. لم يصدق هانسل وغريتل عينيهما، كان البيت يبدو لذيذا للغاية. نسي الطفلان كل التعب وشرعا يركضان نحو المنزل. بينما كان يستعدان لأخذ قضمة من المنزل سمع صوتا من الداخل. الآن من الذي يأكل في منزلي؟ نظر الطفلان فوجد سيدة كبيرة رقيقة على الباب. عندما أخبرها بكل ما حدث لهما شعرت بالحزن الشديد من أجلهما ودعتهما للداخل. كان داخل المنزل يختلف كثيراً عن خارجه، كان مظلماً مفزعاً ولا يبعث على الإطمئنان، ولكن لأنهما كانا يشعران بالإرهاق والجوع لم يهتم الطفلان كثيراً. أحضرت السيدة الكبيرة جميع أنواع الطعام والتحلية لهما، وأكل أنواعاً من الطعام لم يجرباها من قبل. وفي الليل ذهبا للنوم على سرير ناعم للغاية. عندما استيقظا في الصباح لم تكن السيدة الكبيرة موجودة، فبدأ ينظران حولهما. في نهاية الممر وجد بابا صغيرا. عندما فتح الباب وجد حقائب مملوءة بالذهب وكنوز بالداخل. بالطبع شعر بالمفاجأة، وأراد هانسل أن يدخل ليلقي نظرة أقرب. في تلك اللحظة سمع الصوت مرة أخرى. ماذا تظن نفسك فاعلا؟ واجه الطفلان الساحرة عندما نظر حولهما، حيث وجداها تقف أمامهم. كما يبدو فإن السيدة الكبيرة كانت ساحرة، تقود الطفلين إلى القبو الخاص بها عن طريق منزل مغطى بالكعك والحلوى. حاول الطفلان الهرب، ولكن كان الباب مغلقاً. جذبت الساحرة هانسل من شعره وحبسته في قفص، ثم جرت غريتل إلى المطبخ. إن أخاك نحيف للغاية، فلتعدي له بعض الطعام وتجعليه سميناً.
عندما يكون جاهزاً سيكون وجبة لذيذة لي، ولكن إياك وأن تأكلي أي شيء، كل الطعام سيكون له فقط. فعلت غريتل ما طلب منها لأنها لم تملك خياراً آخر. لحسن الحظ كان هانسل طفلاً ذكياً، فقرر أن يخدع الساحرة قاسية القلب. كل ليلة وعندما تنام الساحرة كان يحفر حفرة في قاع القفص. كانت الساحرة تراقب هانسل كل يوم لترى إن كان وزنه قد زاد، ولكن هانسل لم يكن يأكل الطعام الذي تعده أخته. بدلاً من ذلك كان يرميه في حفرته. في ذات الوقت كانت الساحرة تأمر غريتل بطبخ المزيد، وظل الوضع كما هو لأيام حتى افتكت الساحرة بذلك. سمين، نحيف، لا أهتم كثيراً، اليوم سأصنع فطيرة هانسل. ثم التفتت إلى غريتل. انظري في الفرن وتأكدي إن كانت العجينة قد نضجت. بالرغم من خوفها فإن غريتل كانت فتاة ذكية مثل أخيها، كانت تدرك أن الساحرة سوف تدفع بها في الفرن. لا أستطيع إدخال رأسي هناك لأرى العجين، قالت غريتل، فدفعتها الساحرة جانباً وحشرت رأسها بالداخل. فاستجمعت غريتل كل قواها ودفعت الساحرة العجوز داخل الفرن وأغلقت عليها الباب. كانت غريتل تعرف أين تخبئ الساحرة المفاتيح، فركضت مباشرةً لتنقذ هانسل من القفص. كانت النيران المشتعلة في الفرن تغطي المنزل بأكمله، وهرب هانسل مع غريتل من المنزل المحترق إلى الغابة، ولكنهما لم يعرفا إلى أين يذهبا. بعد فترة وصلا إلى أحد الأنهار، فأخذتهما بجعة ضخمة واحدة تليه الأخرى للجانب الآخر من النهر. نظر الطفلان حولهما وفجأة أدركا مكانهما، فركضا إلى البيت بأسرع ما يمكنهما. كان الأب سعيداً للغاية عند رؤية طفلين، وبدموع الفرح شرح لهما كيف أن زوجته عادت إلى أهلها بعد رحيلهما إلى الغابة. وكم كان نادماً على كل ما فعله، وكيف أنه حاول البحث عنهما في كل مكان ولكن دون جدوى. كان الطفلان يحبان والدهما للغاية ولذلك سامحاه، ولكن كانت هناك مفاجأة أخرى بانتظار الأب. فقد وضع أيديهما في جيوبهما وأخرج الذهب والألماس الذي وجدوه في منزل الساحرة. لم يصدق الأب عيناه. كل المشاكل التي كانت تعاني منها العائلة زالت، وعاشوا جميعاً في سعادة أبدية.